الأهلي منذ بداية الموسم لكان الأهلي منافسا على اللقب في هذه الأيام. هنا كرة وانطلاقة إمانة في مكان ممتاز، ممكن 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 ممكن، هو الثاني، هو عن طريق تشيلي خيمينيز اللي يسجل هدف الثاني في المباراة، وفريق الأهلي يقدم مباراة كبيرة ودرس قاسي لفريق بنياس. كرة بدأها جرافيتي، تركها إلى خيمينيز، والكرة على يمين حارس المرمى محمد خلف، وثاني أهداف العالمي، ثاني أهداف الفرسان اللي يتألق في مباراة اليوم، اللي يبدع في مباراة اليوم حقيقة. بكل تأكيد شاهدنا 24 دقيقة الأهلي كان فيها مسيطر واستطاع أن يسجل هدفين في مرمى بنياس، سيطرة، لعب، فن، دلال، جمال، كل هذا شاهدناه. شوف الكرة بشكل ممتاز من خيمينيز، مرمى يوسف جابر، وسدد كرة باتجاه المرمى، وبالفعل تحولت إلى شباك محمد خلف، وثاني أهداف الأهلي في مباراة اليوم. ثاني أهداف الأهلي في مباراة اليوم. شوف 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 الجمال وشوف الدلال من لويس خيمينيز لاعب